السلام عليكم. اليوم ان شاء الله واحد بلوك جديد، بلوك خفيف وظريف. انا دابا في الطريق ديال الميلات، شويه الشارجه باش ماتسمعش الصداع. كنا في الطريق ديال الميلات ان شاء الله، متجهين الجهه ديال السلوقيه. انا بغيت واحد الدوره خفيفه في الغابه صراحه. الدوره هذه كان خاصها تكون في شهر 10 ماشي في شهر 12، حنا دابا في 3 في شهر 12. ربما تعطلنا شويه، ربما ما لقاوش ديك الشيء اللي كان في التشويه. المهم، الغرض من هذه الدوره هذه الخفيفه هو روح الفاكهه كتكون في الغابه. قبل كنت كنمشي بزاف في الغابه صراحه، كنستمتع بديك الفاكهه. دابا الوقت ما بقاتناش بزاف. المهم نمشيو معايا ان شاء الله اليوم، نشوفوا القضيه كيفاش عامله. ربما الفاكهه تجبروا العنوان ديالها او الاسم ديالها في العنوان ديال الفيديو. المهم خليكم تكتشفوا معنا. فوالا احنا دخلنا في الغابه. يلا هذه بدايه ان شاء الله. خلينا الطوموبيل تما اللور هنايا، نتجهوا في الاتجاه هذا. هاد الاشجار هادو بيكونوا شي هنايا في البدايه، كيكونوا شويه داخل، ربما حتى نلقاو منظر ديال البحر. عاد كنلقاو ديك الاشجار هادوك الطريق فين طالعي هنا. هنايا الغابه يعني ديجاجي، يعني ماشي بحال اذا مشيتي هنايا داخل. راه كل متر عاد تمشي تستغرق فيه واحد نص ساعه. اما هنايا فامور يعني مع الشباب ما كاينش العراقيل. فوالا نستمروا هكذا الشباب، دابا تغلغلنا شويه في الغابه. المهم شحال ما مشيت بوحدي في الغابه صراحه. قبل كنت كنزعم، دابا لقيت شي كيف كنت. هذه المساوئ ديال انك تفرج افلام د الرعب. المهم الغابه راه خاويه شويه، وانا سبق لي صادفت الحلوف بزاف د المرات، اصلا الاثار ديالو موجوده في كل مكان هنا. المهم منظر رائع، نوريكم المنظر. اوب شباب، تقادت البطاريه ديال الكاميرا الاخرى. الله اللي باقي عندي، جبت جوج كاميرات. هذه كاميرا صغيره، البطاريات يعني عمرك ما تعول عليهم، ديما خصك تشارجيهم قبل ما تخرج. كانوا عندي مشارجين من ذاك النهار، قلت ربما راه يكونوا باقي مشارجين، ولكن ما كاينش. الو بقينا بلا منظر، ما عرفتي واش عيبان لكم هنايا المنظر هذا. ها هو البحر تما، الغابه هنا. اوكي ما زلنا في البحث عن الفاكهه المطلوبه. صراحه الاشجار ديالها كاينين هنا ولكن فارغين. نزيد نشوف. اخيرا بعد الحبيبات ديال فاكهه القطلب او ما يسمى ببوخنو، انا كنسميها انا بوخنو. هذه كتكون ناضجه، هي كتكون حمراء بهذه الطريقه، هذه كتكون شويه صفراء بحال هكذا، كتكون باقا ما نضجتش. كتكون ناضجه كتكون رطبه، يعني ها هي كتكي عليها شويه كتحس بها رطبه. الله غندوق الاولى، شوفوا على بركه الله. بسم الله. يا سلام، شي رائع. زيدو الثانيه. صراحه استهلت هاد الخارجه هادي. باقي شي حبيبات تما، باقي غنهبطو عليه شويه لتحت. صحة وراحة. أما هادي فها كتكون قاصحة، كتكون صفرا، ميوصلاش يتاكلها، قاصحة بزاف. هادو بعض الحبيبات ديالها، لكن صراحة راه جو في قمم الأشجار، صعيبة تلحق له. ألو
تشوفوا شي منطقه اخرى. هنا كاين بعض الحبيبات الاخرى كيف كتشوفوها هنا، واحدة جوج. هاد الحبيبات اللي قلنا واعرين صراحه، لكن كاين واحد المشكل هو ان باش تلحق لهم خصك تخاطر بحياتك. ربي يا ربي. اوكي نحاولوا معاهم. ها هما فاكهه القتله تبارك الله، خير وبركه. هذوك اللي كانوا تما راه هما ما قدرتش عليهم، صعابين صراحه وما قدرتش نخاطر براسي. اذا طحت تما راه ربما نتهرس ولا شي حاجه، ما كاينش اللي يجي ينقذني هنا بوحدي، غير انا والخلا هنا. صراحه حسكت رهيب هنا، حسكت رهيب. انا كنهضر بشويه وصوتي كيتسمع هنا في وسط الغابه، يعني هادي كنكتفى بعد شويه هادو. انا قلت ربما كاع ما نلقى حتى هاد شويه هادو. ايوا الحمد لله، نخليكم امام المنظر. بغيت نوريكم الاخوان هنا جبرت واحد الحاجه غريبه، واحد الكميه هائله ديال البينيا ديال التايدة، شي هائله هادشي. هذا عمري ما شفت هادشي كامل مجموع هنا، يعني شي رهيب. كميه هائله ديال البينيا، ديو هادي ذوقوا بها. شي وحده مزيونه عيدها مفتوحه، شوفوا هادي. هادي مسخ راه كيخلي لنا هادي واحد السوفونير. شحال هنايا بزاف الشباب. انا وصلت عند السياره دابا. طيب الفلوق ديالنا ينتهي هنا، فلوق خفيف قصير. فاكهه غادي نزيدو ناكلوها، غادي نرجع نقوم بواحد الخرجه اخرى ان شاء الله نهار 14 في هذا الشهر هذا، تعمقوا فيها شويه اكثر في الغابه. دابا الوقت كنضيق شويه. ومهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفلوق الخفيف الظريف، ونشوفكم في فلوق اخر ان شاء الله. مع السلامه.